بنبدأ محلياً، وبعد انتهاء من المرحلة الأخيرة لتخفيض الانبعاثات السامة لمعمل الذوق الحراري، أكد الوزير جبران باسيل أنه الهدف مش بس تخفيف التلوث، إنما تخفيض الكلفة على المواطنين أيضاً. بال 2014 رح نطلع فوق ال 2000 ميجا وات، ويكون أكيد سابقة بلبنان يكون في إنتاج كهرباء بهالنسبة هيدي، ورح يسمح لنا هيدا الشيء إن نخفض الكلفة الكهربائية على المواطنين. نحن بالوزارة مع انه مش شغلتنا عملنا تعرفة كهربائية وعم نطلعها كل شهر، بتمنى على البلديات وعلى وزارة الداخلية والبلديات وعلى وزارة الاقتصاد انهم يعملوا شغلهم، لانه هالفاتورة يلي عم تطلع اوقات كتيرة اكتر من التعرفة ما حدا عم بيسأل عنه. وإلى المعرض الأول على جدول المعارض الدولية لهالسنة يلي عم يجمع عدد كبير من شركات السيارات العالمية. أكثر من 40 شركة عالمية لصناعة السيارات عم تلتقي حالياً بمعرض أمريكا الشمالية الدولة بمدينة ديترويت لتكشف عن أكثر من 50 نوع جديد، سواء من سيارات لا زالت بمرحلة التجريب أو سيارات دخلت فعلاً الإنتاج. وبيجي هالمعرض بوقت رجعت فيه صناعة السيارات الأمريكية الوقوف على إجريها بعد سنوات من التعثر بسبب الأزمة المالية العالمية، فضلاً عن زيادة اعتماد هالقطاع على السوق الأمريكي لتعويض التراجع بالسوق الأوروبي. هذا بالإشارة إلى أنه أمريكا هي حالياً ثاني أكبر سوق للسيارات بالعالم بعد الصين، حيث وصلت المبيعات فيها لحوالي 16 مليون سيارة بال 2013. الشيفروليه كان لها حصة مهمة من المعرض، وفازت الكورفيت ستينغري بجائزة لجنة التحكيم الخاصة كأفضل سيارة بالسوق الأمريكي، كما فازت شيفروليه سيلفرادو بالجائزة نفسها عن فئة الشاحنات. المعرض باقي لأواخر الشهر الحالي، ومن المتوقع أنه يستقطب 750 ألف زائر.